جرب مهالة صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي. جرب لو ناوي هما يومين فكة، الضحك الغالي الغالي والبسمة الحلوة حكمة وقالها لي قالها لي واحد على القهوة حكايات مزيكا وغنى وانتيكا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد في حلقة جديدة ويوم جديد. عايز اقول لكم الاول كل سنه وحضراتكم بالف خير. خلاص مولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بقى فاضل ايام بسيطه ونحتفل بيه. كمان عايز اقول لكم ان حلقتنا النهارده هتكون مختلفه تماما عن كل الحلقات اللي فاتت في ضيوفها وكمان في المحتوى اللي هما بيقدموه. هيكون في حاجات كتير قوي للصحه والجسم هنهتم بيها وهنحاول ان احنا نركز فيها، وكمان هتكون معانا معلومات كتير قوي للشباب تحفزهم وتديهم طاقه ايجابيه ان هما يكملوا ويعملوا حاجات كتير قدام. خلونا نطلع لفاصل صغير ونستقبل الضيف الاول. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب معانا دكتور ميادة محمد موسى، استشاري الغدد الصماء والسكر. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب معانا صانع. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا النهارده، ومعانا في الفقره الاولى دكتور ميادة محمد موسى، اخصائي الغده الصماء والسكر بجامعه الزقازيق. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل يا استاذه هاله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. عايزه اقول لك ان انا اول ما دخلت كده وشفتك في كميه طاقه ايجابيه جات لي من ساعه ما كلمتك الصبح. تمام، دي حاجه حلوه قوي، ربنا يبارك فيكي وان شاء الله تبقى طاقه ايجابيه على كل المشاهدين ان شاء الله يا رب. انا عارفه وواثقه جدا ان النهارده الساده المشاهدين هيستفادوا كتير قوي من حضرتك. ربنا يبارك فيكي يا استاذه هاله. بما ان حضرتك بقى اخصائي الغده الصماء، انا عايزاكي تكلمينا بقى الغده. تمام. الغدة ومشاكلها، يعني تقريبا نص الشعب المصري بيعاني منها. تمام. بتبان ازاي؟ يعني اعرف ازاي ان انا عندي غدة؟ طيب، هو اولا يعني ايه كلمة اول غدة صماء؟ يعني ايه كلمة الاول؟ تمام. اي غدة في الجسم بتبقى عبارة عن قناة بتفرز مجموعة من الهرمونات بتتوصل، او مجموعة من يعني مجموعة من الحاجات البيولوجية بتتوصل للجسم او تتوصل لخارج او داخل او خارج تجويف الجسم عن طريق قناة. سميت غدة صماء لانها بتفرز محتواها على طول على الدم من غير القناة اللي موجودة دي. الغدد موجودة كتير قوي، يعني موجودة عندنا غدد كتير قوي في جسمنا. عندنا غدة مايسترو موجودة في الجسم اسمها الغدة النخامية. الغدة النخامية دي موجودة عندنا، موجودة في تجويف كده، في يعني تجويف بسيط في الدماغ، بتفرز لنا كمية هرمونات بنسميها المايسترو، المتحكمة في كل الغدد اللي موجودة في جسمنا. دي الغدة النخامية. الغدة النخامية. تمام. الغدة النخامية دي بتفرز لنا هرمونات كتير قوي. يعني مثلا لو خدنا مثلا الهرمون الأول اللي بتفرزه اللي هو الهرمون النمو، اللي هو الجروس هرمون، اللي هو المسؤول عن نمو كل أجزاء الجسم عندنا. وكمان عندنا هرمون البرولاكتين او هرمون الحليب، اللي هو زيادته بتسبب بعض المشاكل للسيدات بعد كده، لما يعني ان شاء الله في حلقات بقى سابقه جايه ان شاء الله باذن الله. احنا اكيد هنتكلم ان شاء الله باذن الله رب العالمين، هناخد الغدد الصماء كلها غده غده كده ونتكلم فيها ان شاء الله. بعد كده عندنا مثلا هرمون اللي هو الهرمون المحفز للغده الدرقيه اللي هو التي اس اتش. انا عارفه بقى عند حضرتك في الحاجه دي ان هو معلومه، اي حد عايز يعمل تحليل غده بيبدا بالتي اس اتش، بيعمل تحليل الغده الدرقيه وليس تحليل الغده، فهو هي احدى الغدد، يعني دي اللي اسمها الغده الدرقيه لانه بيعمل تحليل تي اس اتش، ده اللي هو الهرمون اللي جاي من الغده النخاميه عشان ينبه الغده الدرقيه عشان تيجي بالافرازات بتاعتها. طيب اللي هي هرمون الثيروكسين. طب حلو قوي، انا عايز اسال حضرتك في الحته دي، الغده الدرقيه اللي هي بيكون مكانها في موجوده الرقبة. في الرقبه موجوده. صح. في اسفل الرقبه. تمام. يعني انا لما اروح لحد او عايزه احلل غده بقول له انا عايزه اعمل تحليل غده الدرقيه، مش غده وخلاص؟ لا، يعني الغده الدرقيه مش غده، هو بس عشان الناس بقى حاجه متداوله فبقوله تحليل الغده، بس هو لازم تحليل بنسميه تحليل الغده الدرقيه. وعلى فكره تحليل التي اس اتش ده مش هو تحليل الغده الدرقيه الوحيد، ده فيه الغده الدرقيه بتطلع لنا بعد كده حاجه اسمها تي 3 وتي 4 اللي هم الثايروكسين، الثالث ايودو سيرونين ورابع ايودو سيرونين، دول اللي بيطلعوا من الغده الدرقيه. تحت تنبيه مين او الحافز مين؟ اللي هو الهرمون المحفز من الغده النخاميه. طيب، فتعرفي التي اس اتش ده اللي احنا بنعمله لكل الحالات كحاجه. طب احنا بنعملها ليه بقى؟ عشان نعرف بيها الغده الدرقيه، لانه اول هرمون بنمسكه كده ونعرف بيه هل في خلل في وظائف الغده الدرقيه ولا لا، هل في زياده او في نقص. وده الهرمون مش طالع من الغده الدرقيه، ده طالع من الغده النخاميه.
دي حاجه جديده قوي. تمام. تاني حاجه عندنا الهرمون المحفز للغده الكظريه اللي هو الاي سي تي اتش، اللي هو بيروح على الغده الكظريه او الفور كلويه عشان يطلع لنا بقى الهرمونات الثانيه زي الهرمون مثلا الكورتيزون او الالدوستيرون، اللي هي هرمونات اللي بنستخدمها في الاسترس اللي بتطلع فعلا يعني دي الغده الفور كلويه دي الغده بقى بتاعه الاسترس كلها. فتاني حاجه يبقى شوفي الغده المايسترو طلعت كذا حاجه عندنا، طلعت عندنا ال اتش والاف اس اتش اللي هم بيروحوا بقى على الراجل والست، على الحاجات اللي هي التناسليه في الراجل والست، بيبداوا يحفزوا المبايض في الست او في بالنسبه للراجل يطلعوا منه اللي هو التستوستيرون من الخصيتين عشان يدونا المظاهر الانثويه او المظاهر الذكريه او يحفزوا بعد كده افراز البويضات او افراز التستوستيرون او الحيوانات البنويه من الخصيتين عند الرجال. بل كده الغده ماسكه اعضاء الجسم كلها واحنا مش حاسين، احنا مركزين بس في الغده الدرقيه. مركزين في التي اس اتش، وهي في كميه فعلا في كميه حاجات يعني الناس لازم تخلي بالها من المعلومات دي. ده الفص الاولاني من الغده النخاميه. ده كمان فص خلفي جميل جدا. هو الفص الخلفي ده هو ما بيفرز، هو بيختزن ايه، بيختزن هرمونين مهمين جدا اللي هو هرمون الاكسيتوسين وهرمون الانتي دايريتك هرمون، بيجوا من غده فوق اسمها تحت المهاد. تحت المهاد دي بتجيب الهرمونين دول وبينزلوا في تراكات كده لغايه ما يوصلوا عندي للغده النخاميه. طب فايده الاوكسيتوسين والانتي دايريتك هرمون ده؟ الاوكسيتوسين ده الهرمون اللي بيخلي الخلايا بتاعه اليوترس عندنا او الرحم تنقبض وقت الولاده، او تخلي الغدد اللبنيه تنزل اللبن. شفتي هرمون مهم ازاي؟ طيب اهم حاجه اهم حاجه عند الستات. وعندي هرمون الانتي دايريتك هرمون اللي هو المضر او اللي بيحفظ الميه عندنا في جسمنا، بدونه بنفقد كميات كتيره قوي من الميه وبندخل في حاجه اسمها السكر الكاذب اللي هو الدايبيتس انسيبيدس. فده حاجه غير سكر، غير السكر العادي بتاع السكر الطبيعي اللي احنا كلنا الطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه. فشفت الغده النخاميه بالفص الامامي والفص الخلفي جابت لنا كميه هرمونات ده ماسكه كل حاجه في موجوده في الجسم عندنا حاجه. تخيلي بقى لو خدنا غده من الغدد دول، وتخيلي بقى هي بتعمل ايه. لو خدنا مثلا هرمون النمو بيعمل ايه، لو خدنا هرمون البرولاكتين بيعمل ايه، لو خدنا الغده الدرقيه ومشاكلها بتعمل ايه، لو خدنا الغده الكظريه او الفوق الكلويه والحاجات بتاعتها بتعمل ايه سواء زياده او نقصان، او خدنا كمان الحاجات اللي ممكن تحصل نتيجه اختلال الفص الخلفي سواء الاوكسيتوسين او الانتي دايريتك هرمون. شفتي عندنا كميه غدد كبيره موجوده في جسمنا ازاي. وعندنا غده كمان اسمها الغده الصنوبريه او البنيه البودي، موجوده فوق بتفرز هرمون اسمه هرمون الميلاتونين. ده المسؤول عن الحاله البيولوجيه اللي موجوده في جسمنا، الصحيان والنوم، اللي احنا صاحيين بالليل وليه نايمين بالنهار. يعني في ايه في القران الكريم بتقول جعلنا الليل لباسا جعلنا النهار معاشا. دي المسؤوله عن الساعه البيولوجيه الموجوده في جسمنا. طب حلو قوي يا دكتور، في سؤال هنا فضل. بقى يعني احنا لما نحس بالكسل او الخمول او اي حاجه من الحاجات دي ممكن نلجا ان احنا نشوف ان هو الموضوع ممكن احتمال كبير يكون في الغده. والناس اللي هم بيقعدوا عارفه حضرتك الناس اللي بتشتغل شيفتات ومتغيره نظام حياتها اللي حياتها بالليل اكتر او حياتها بالنهار اكتر، بتبقى نتيجه اختلال الساعه البيولوجيه اللي موجوده في البنيه البودي دي. او الناس بتسافر، عارفه اللي بيسافروا ساعات طويله قوي، بيسافروا من قارات او من قاره لقاره او من بلد لبلد فيها اختلافات، توقيت ديت الدنيا بتتبهدل عندهم جدا لغايه ما يظبطوا تاني وترجع الساعه البيولوجيه بتاعتهم للساعه الطبيعيه. فشفتي احنا عندنا كميه غدد كتير، كميه حاجات ومعلومات مهمه جدا واحنا مش واخدين بالنا منها كده. ما نعرفهاش بالظبط. فاحنا لازم تكون عندنا معرفه او اويرنس بكل حاجه من الحاجات دي بتطلع ايه وتاثيراتها على ايه. فاحنا ان شاء الله نعمل بقى حلقات مع بعض، نعمل غده انا عايزه اقول لك انا هخلي البرنامج تبي غده بقى ونعرف كل واحده تاثيرات الزياده والنقصان فيها ان شاء الله. دي بس تقريبا نوعين بس حضرتك قلتي في نوع واحد بيعمل كذا حاجه لا يعني كل مسؤول عن كل حاجه في الجسم بالظبط كده. طب قولي لي بقى يا دكتور نعرف ازاي ان احنا عندنا غده ومحتاجين ان احنا نروح لدكتور؟ يعني نعرف ازاي ان احنا عندنا مثلا عندك امراض الغده الدرقيه مثلا او كده؟ نبدا بالغده الدرقيه اللي هي مشكله الشعب المصري. لازم بس نعرف حاجتين في الغده الدرقيه. ان انا بقيم الغده الدرقيه بقيمها بحاجتين، التقييم الاولاني تقييم الفرز بتاعها، يعني عندي زياده في افراز الغده الدرقيه ولا نقص في افراز الغده الدرقيه. التقييم الثاني تقييم حجم، ساعات افرازات الغده الدرقيه بتبقى كويسه جدا والغده الدرقيه بيبقى فيها حويصلات او نتوءات او حبيبات. دي طريقه ثانيه، دي سكه ثانيه خالص. فالاول اللي هو الشهر او معظم الستات يعني بتشتكي منه او في الغالبيه العظمى اللي هو نقص هرمون الغده الدرقيه. طيب نقص هرمون الغده الدرقيه ده انا اعرفه ازاي؟ في بعض بسبب ايه؟ بسببه ايه؟ اولا لو في بعض المناطق على مستوى العالم بتبقى عندها نقص اليود، يعني ما فيش كميات يود كميه كبيره موجوده في اكل في اكلها يعني. بس احنا هنا عندنا الاكل بتاعنا مميز ان فيه يود كتير وكمان الملح بتاعنا عليه يود،
فاحنا مش بنعاني من المنطقه دي او مش بنعاني كده، احنا بنعاني نتيجه التهابات مناعيه بنسميها هاشيموتوثايرويدايتس، ده التهاب مناعي بيجي الغده الدرقيه بيخليها تكسل عن العمل. تمام. او لو واحده قبل كده كان عندها تضخم في الغده الدرقيه وشالتها جراحيا فبقى عندها نقص في هرمون الايه الغده الدرقيه. انا حته جراحيا دي بقى اللي تمام. انا عايز اسال فيها، هي مش المفروض يا دكتور ان العمليه دي بتكون فيها نسبه خطر كبيره؟ طب بصي يا استاذه هلا، واحنا بنعرف دلوقتي ايه اسباب نقص هرمون الغده الدرقيه. تمام. ليه احنا بنشيل الغده الدرقيه؟ دي حاجه تانية خالص، بنشيل الغده الدرقيه نتيجه اسباب معينه. لو الغده الدرقيه فيها زياده في الافرازات، فيها زياده بتفرز كتير جدا. طيب انا بفرز كتير جدا يبقى انا لازم انا اهدي الافرازات ديت بادويه معينه بسميها مثبطات للغده او لوظائف الغده، وبعد كده بيبقى احد الحلول للزياده دي ان انا بشيل الغده الدرقيه، او فيها لا قدر الله فيها كانسر، لان كانسر فيها موجوده، او حبيبات سسبيشس. سسبيشس يعني ايه؟ يعني انا مش عارف اذا كانت كويسه او كانت وحشه، بس باخد عينات كده او حاجات اتاكد ان فعلا هي تستاهل ان انا اشيلها وخلاص. طبعا هي عمليه كبيره ومفروض اللي يعملها يبقى جراح متمكن جدا جدا وعارف المنطقه دي كويسه جدا جدا، لان المنطقه دي عباره موجوده في اسفل الرقبه على انبوبتين، ورانا التراكيه، ورانا الاسوفجاس، ورانا البلعوم، ورانا المريء اللي موجود عندنا، وعلى احبال صوتيه، وعلى منطقه حاجات كتيره جدا. السيده ام كلثوم رفضت انها تعمل الجراحه وهي عندها زياده افرازات الغده، وراحت امريكا عملت اللي هو اليود الايه اليود المشع، كانت احد طريقه لانها كانت خايفه على الاحبال الصوتيه عندها. فهي حاجه جدا كبير يعني، المفروض اللي بيعملها ومفروض ما نشيلش الغده الدرقيه الا اذا كنا متاكدين فعلا ان هي فعلا تستاهل انها تتشال، فيها حاجه اوريدي نشال يعني. يا دكتور في الحاله دي لو طبيب مختص الموضوع ما فيهوش مشكله خالص وعادي تتشال؟ اكيد اكيد، يعني بس بعد التاكد فعلا ان هي في داعي يدعونا ان احنا نشيل. مش في بعض الحاجات انا بشوفها دلوقتي ميستكس موجوده، ان بيبقى في حبيبات صغيره او بيبقى في عقدات صغيره ومش لا قدر الله ما فيهاش نوازل خطا، والناس تشيل عليها الغده الدرقيه. عمليه كبيره وعمليه بعد كده انت حضرتك مش متخيله ان انا بشيل العضو ده خالص من الجسم، وبتخلي العيان طول حياته بياخد اللي هو الهرمون المكمل او الهرمون الثايروكتين ده بيخليه ياخده طول حياته. فحتى احنا حتى ما بناخد قرصين انتيبيوتيك كده على اليوم او يومين احنا بنبقى تعبانين قوي ان احنا خدناه فتره معينه، فما بالك اللي بيكمل على الهرمون ده طول حياته. فنصيحتي بس للساده المشاهدين قبل ما تشيل الغده الدرقيه لو سمحت يبقى فعلا في سبب او في داعي يدعونا ان احنا نشيل الغده الدرقيه على اساس طبي وعلى اساس مرجعي طبعا للاطباء. بيكون مع دكتور متمكن ومختص، وحتى العمليه الجراحيه برده نفس الكلام. مع احترامي للاخوه الجراحين، انا والدي كان جراحه واخويا جراحه. عايزه اقول لحضرتك طبعا والدك رحمه الله الله كان من الناس اللي هي السيره العطره زي ما بيقولوا، يعني ربنا يدي لحضرتك طول العمر وتكملي المسيره. ربنا يبارك في حضرتك. فكان دايما يعني كان قبل ما بيعمل الجراحه او بيعمل كان بيبقى متاكد جدا ان انا لازم اشيل الحاجه دي، ولازم بالتعاون مع دكتور غدد ودكتور جراحه، الاثنين يبقوا القرار مع بعضهم. صح. معظم الجراحين يعني بيحبوا يعني مش تفضلا بيحبوا ان هو يعني يقول لك لا ده في عقد، في حبيبات، في كذا، يا عم شيل. هو مش عارف بقى نتيجه شيل دي بعد كده هتكون عامله ازاي، بعد كده دي هتبقى ازاي. لا شيل اذا كنت فعلا في حاجه ان انا اشيل. دي نصيحتي بس لكل الساده المشاهدين. طيب تمام. نرجع بقى تاني لنقص الغده الدرقيه. نقص الغده في بعض اعراض مثلا بتشوفها تقول لنا ده فعلا عندك نقص في هرمون الغده الدرقيه. يعني مثلا الستات دلوقتي تساقط بتاع الشعر، قلة المجهود، قلة التركيز، ضعف الذاكرة، النسيان. أعتقد إن إحنا عندنا كتير جدا من كده. أنا عندي الأمراض كلها. إحنا عندنا كده عندي كل الأمراض الحاجات كلها. دي موجودة، يعني كل الحاجات دي موجودة. أو بيبقى في جفاف الجلد شوية عند الستات في الشتاء، دي من الحاجات اللي هي الموجودة. أو بعض أنواع الأنميات، أو دلوقتي الستات اللي هي بتسقط اللي هي ريكورنت ابورشن، فمفروض ان هي الست يعني نصيحتي لكل الستات قبل ما تدخل لمرحله التقييم بتاع اللي هو الحمل والزواج ان هم يدخلوا تحليل هرمون الغده الدرقيه ده كاساسي موجود يتعمل عندنا في حالات الزواج كلها. شفت يا دكتور بقى، يعني دلوقتي عايزه اقول لحضرتك انك بتديني معلومات رهيبه، ان الناس دلوقتي حاله ان هم يشوفوا الغده مالها، لا اما يتخنوا قوي لا اما يخسوا قوي. بالظبط كده. اما حته ده هي مهمه جدا كمان في الزواج، يعني الدكتور بتقول اللي هو ممكن ايه
السبب ان انا بسقط فخلاص العاده اتخذت في دماغها ان هي كده هي خلاص كده هي دي حاجه موجوده فلازم تشيك فيها عليها قبل ففي حاجه تانية ممكن نلفت نظرهم ليها ان هم يعملوا تحليل غده جايز جدا ان هي تكون منها. تمام. هو دلوقتي كان في مسج او رساله من دكاتره لدكاتره النساء ان هو لو سمحت بعد اذن حضرتك حل الغده الدرقيه، وده ما شاء الله عليهم هم دلوقتي كلهم بعده بيحللوا يعني الغده الدرقيه على طول دي الستات. حاجة حلوة جداً. ودي حاجه جميله جدا. تعرفي ان تحليل الغده الدرقيه ده او التي اس اتش ده هو بيتعمل ثالث يوم البيبي لما بيتولد، اللي هو تحليل الكعب عشان يشوفوا فعلا في نقص في هرمون الغده الدرقيه ده عند البيبيز ولا لا. ودي حاجه من الحاجات الجميله جدا جدا اللي بتتعمل دلوقتي، اللي هو بيتعمل سيرفي بيشوفوا فعلا الاطفال دول عندهم نقص في هرمون الغده الدرقيه ولا لا. فحاجه حلوه قوي. طيب يعني دي حاجه من وزاره الصحه معموله من زمان بقى لها سنين. الطفل ما بيتقيدش او بيتكتف في شهاده الميلاد الا اوريدي اذا كان عامل تحليل الغده الدرقيه. طيب فدي حاجه جميله قوي من لفته جميله من وزاره الصحه يعني. طيب ده لو نقص، طب لو زياده؟ لو زياده بقى هتبقى الاعراض بالعكس، هيبقى عندنا نقصان في الوزن موجود عندنا، بنلاقي في رعشه في الايدين، بنبقى في زياده في ضربات القلب وخفقان في القلب، بيبقى برده في لخبطه في الدوره الشهريه، ساعات ما بتجيش الدوره الشهريه عند الستات، بالعكس بقى نقص هرمون الغده الدرقيه اللي هو بتبقى الدوره بتبقى متلخبطه، بتيجي الكميات بتاعتها مش مظبوطه، الايام بتاعتها مش مظبوطه، ده في النقص. اما في الزياده ممكن تقطع خالص او ما تجيش او برده يحصل فيها اختلال. وبتلاقي اكتر حاجه بتبقى النزول في الوزن. ولازم بس نعرف ان في زياده افرازات الغده الدرقيه ممكن يبقى مصاحب ليها بعض التغيرات اللي بتحصل في العين، زي بعض جحوظ العين. يعني في جحوظ العين ده بيبقى مصاحب لايه بنسميه جريفز ديزيز او جريفز سايروتوكسكوزيس، ان هو بتبقى في زياده في افرازات الغده بالاضافه لايه لجحوظ العين. يعني الاجسام المضاده اللي بتضرب الغده الدرقيه وتخليها تطلع هرمونات كتير بتضرب برده العين وتحصل التهاب في العين ويحصل فيها جحوظ. ده بالنسبه لزياده افرازات الغده الدرقيه. طيب يا دكتور، مع زياده افرازات الغده الدرقيه دي في حاجه بدل ما هم بينقصوا او بينزلوا في الوزن؟ تمام. لا بيزيدوا، هل ده تمام؟ هقول لحضرتك حاجه بالنسبه لزياده في بعض الناس بتزيد في الوزن مع زياده افرازات الغده الدرقيه لان هي بتخلي الانسان بياكل كتير جدا، فما بياكل كتير بيبدا يزيد. بالاضافه بنشوفها كمان، بنقول العيان التحسن بتاعك هيبقى باستردادك لوزنك تاني، فبيبدا يزيد في وزنه تاني لان ما بديله مثبطات الغده دي او بديله الحبوب اللي هي بتخلي افرازات الغده الدرقيه بتهبطها شويه، فبيبدا ايه يزيد ايه يزيد في الوزن. ففعلا هو ممكن ما يجيليش بخساسان، يجيلي بان هو وزنه طبيعي او ان هو اثناء العلاج ان الامور بتاعته بقت كويسه وبدا يزيد في الايه يزيد في الوزن. طيب فتعلم. زياده الوزن دي بتكون زي ما حضرتك قلتي زياده اكل مش زياده ميه؟ لا زياده يعني لا أنا بيبقى في حالات بعرفها حضرتك بتحطي ايديك على جسمهم. تمام. كانك بتحطي على مخده بتنزل يعني الميه. هقول لحضرتك حاجه، دي اكتر في اللي بنسميها البيتنج والنون بيتنج قديمه، اللي هي اللي ما بتحطي ايديكي كده بتغرز قوي. ممكن بتبقى اكتر او قريبه شويه في حالات نقص هرمون الغده الدرقيه وليس زياده. الزياده ممكن تحصل في حاله واحده بس، لو زيادات بقت كتيره قوي واثرت على عضله القلب وحصل فشل في عضله القلب، في الوقت ده لما احط ايدي على رجل العيان فعلا الاقي بتنجرين دي، بس بتبقى مراحل متقدمه قوي يا استاذه هاله. مش في المراحل اللي هي الاولانيه. طبعا. الا او اذا كان مصاحب لزياده افرازات الغده الدرقيه دي بقى لا قدر الله حاجات ثانيه مثلا في الكلى او في الكبد وخلتنا ان احنا يعني كده كده في كلتا الحالات لازم تحليل ولازم استشاره الطبيب علشان يعرفوا هيشخصوا ازاي وهيمشي في اي طريق، لان الموضوع مختلف. يعني تيجي الست من دول تقول لك بقى انا عندي انهي غده بقى، اللي بتخن ولا بتخسس ولا بتخسس ولا ايه، بس انهي نوع بالغده عندي يا دكتوره؟ فاقول لها والله طب وانا خلاص عندي بقى، خلاص الغده عندي بقى فخلاص انا هشيلها، في اول كلمتين بيتحطوا. او تيجي لي الست من دول في مرحله اللي هي بتتحضر فيها للحمل او حصل فيها اجهاض او لا، الغده هتاثر على الجنين عندي بعد كده ولا لا، وهيحصل حمل عندي بعد كده ولا لا. وجميل قوي عندنا يعني هم بيكونوا جايين مشخصين مجهزين، بيبقى في لسته اسئله زي السكريبت موجود مع حضرتك كده في 20 21 سؤال كده موجودين مستفيد. انا بصور وبقول له عشان المره الجايه لو سالت انت سالت المره دي، المره الجايه لو سالت نفس الاسئله جاهز اسئله ثانيه. طيب يا دكتور انا عايزه حضرتك تقولي لي بقى ايه هي اغلب الامراض اللي بتكون دايما مصاحبه للغده الصماء؟ يعني دايما لو الغده موجوده في امراض بتكون جايه معاها؟ اكيد. انت حضرتك اتكلمتي على شق مهم اللي هو اختلال وظائف الغده الدرقيه، دي كانت اول حاجه. وعندنا مثلا هناخد لو مثلا في احنا غده ما اتكلمناش عليها واكثر حاجه منتشره دلوقتي اللي هي البنكرياس، والسكر. يعني ده اكثر مرض غده الصماء.
انا عندي في اسئله السكري خلاص يعني. السكري ده يعني هو ده اول اكتر الامراض الغدد الصماء شيوعا على مستوى العالم. في مصر يعني مصر فيها واخده رقم 7 وهنبقى رقم 6 على حدوث السكر على مستوى العالم. شوف احنا بنتقدم في ايه يعني. كانت يعني عندنا ورانا كانت قبلنا المانيا, فهترجع في السنين الجايه هترجع ورانا واحنا نتقدم. ونتيجه حاجتين عندنا بنشوف السكر يعني سكر كتير نتيجه الحاجات الوراثيه ونتيجه البدن, نتيجه الاوبستي, نتيجه زياده الوزن اللي هي الموجوده دلوقتي للشعب المصري يعني على مستوى الشعب المصري. ده كلام طبي جدا ان زياده الوزن فعلا بتسبب سكر. بتبقى احد العوامل المسببه مع العوامل الوراثيه وعوامل تانية في حدوث طبعا في حدوث السكر. فده السكر يعني ده السكر اهو البنكرياس ماشي. عندنا الغده, حضرتك اتكلمتي على الغده الدرقيه. لو اتكلمنا مثلا سي على الغده الكظريه اللي موجوده عندنا, في زياده افرازات الغده الكظريه او نقص افرازات الغده الكظريه لو خدنا هرمون الكورتيزون مثلا اللي هو بنسميه عليها متلازمه كوشنج, اللي هي الكورتيزون بيزيد كتير جدا جدا في الجسم, بيتخن خلي الوش زي القمر كده, ويحصل سكر وضغط موجوده عندها ويحصل استراي موجوده في الجسم كده. هنشك لا ما تشكيش يا رب ما يكون وشي مدور وزي القمر. لا انت زي القمر يا استاذه. ربنا يخليك كده. او نقص هرمون الكورتيزون اللي موجوده عندنا, ودي حاجه اسمها متلازمه ثانيه اسمها اديسون. الجسم بيخس وبيحصل فيه ان بيبقى يحصل فيه بقع بنيه ودايما بيبقى ضغطهم واطي. فشوفي بقى ده تاني غده من الغدد اللي هي بتبقى دي موجوده يعني عليها. الساده المشاهدين برضو عشان يركزوا فيها, دي انواع الغدد, دي انواع الغده, دي الغده الكظريه مثلا لو حصل اختلال فيها. لو حصل في اختلال في الغده الكظريه تاني احنا عندنا فيها بتطلع هرمون الكاتيكولازمين اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين, بتطلع حاجه اسمها الفيوكروموسايتوما, دي تسبب ارتفاع شديد جدا جدا في الضغط وبتيجي نتيجه بعض الاورام اللي بتيجي في الغده الكظريه. تعالي بقى عندنا مثلا اللي هي الحاجات ال LH وال FSH اللي هي الحاجات اللي خاصه بالحاجات الغدد اللي هي التناسليه في الراجل او الست. نقصها بيحصل ايه؟ بيحصل في الست بعض امراض اللي هي بتحصل عليها اختلال في الدوره, وممكن يحصل عقم يعني من الحاجات اللي هي مسببه للعقم. دكاتره النساء من اكتر الحاجات اللي بتتعمل عندهم اللي هو ال LH وال FSH. ده التحليل المعروف, ده التحليل المعروف اللي هو عارفه بالظبط عقم ولا لا بطريقه معينه, لان في اسباب ثانويه واوليه سواء في سواء عندنا في المبيض او فوق في الغدد المتحكمه في الغده النخاميه من فوق. فممكن يكون سبب العقم عند الست من الغده النخاميه من فوق وليس في المبايض. فتحليل ال LH وال FSH ده فارق بالنسبه للتفرقه ما بين الاول والايه النوع الاولي او النوع الايه او النوع الثانوي. شفتي كمان دي من الحاجات الجميله. دي مهمه جدا لان برضو الناس بتعتمد ان هو لا بدل ما فيش حمله او في عقم بتكون من المبايض. لا هي الموضوع من كده خالص في الغده, يا اما الغده الدرقيه اما نتيجه من الغده النخاميه من فوق. المفروض اللي هي نحلل ونشوف فعلا في بارامترز او في عوامل كده, والعوامل دي من خلالها احنا بنعرف نفرق هل الموضوع هيبقى خاص بدكتور النساء اكتر ولا خاص بدكتوره الغدد اكتر. وعندنا حاجات جميله, عندنا حاجه ثانيه حاجه منتشره جدا, التكيسات بتاعه المبايض. تكيسات المبايض, تكيسات المبايض دي من الحاجات اللي بيبقى فيها زيادات كتيره قوي الهرمون التستوستيرون, بيسبب حاجات جدا على مستوى الجسم, بيسبب زياده افراز الشعر على مستوى الجسم بيزيد, بتخلي في اضطرابات في الدوره الشهريه عند الست. وبيبقى كمان فيه مصاحب له كمان ان هو بيحصل نوع من مقاومه الانسولين وبيبقى الجسم فيه زياده. فعشان كده الست اول حاجه بنقول لها دايما خسي في الوزن عشان نقلل مقاومه الانسولين ديت, وعشان كمان نقلل هرمون التستوستيرون ونظبط لها الدوره الشهريه بتاعتها. طيب حلو قوي الكلام ده. تمام. حضرتك بقى قلتي في النص حته السكر. تمام. ايه المرض السكري؟ تمام. ليه بقى منتشر قوي كده وايه اصلا اعراضه؟ تمام. وبرضه ليه جه؟ يعني جاي من ايه؟ هو بس لازم نعرف نفرق بس السكري ده انواع كتيره قوي. السكري ده احنا الانسولين بيجي من غده كده موجوده من حاجه في البنكرياس, خليه اسمها لها بيتا سيل اوف لانجرانس, بتطلع لنا الانسولين. الانسولين ده هرمون عظيم جدا يا استاذه هال, بيشتغل على كذا حاجه في الجسم موجوده عندنا, بيخلي الجلوكوز يدخل جوه الخليه. تمام. وبيزود كمان بناء حاجه بنسميها الجلايكوجينيسيس, وبيزود بناء الدهون وبيزود بناء البروتين. فالانسولين ده هرمون الايه البناء اللي موجود في جسمنا, وعليه فهرمون البناء ده لو خلاص ما بقاش موجود هيبقى كل الحاجات دي هتتحول الى مرحله ايه, الى مرحله هدم. وعليه فان الاعراض مثلا بتاعه السكر او السكري بيحصل ايه, بتلاقيه بيخس, بيشرب ميه كتير,
بيدخل الحمام كتير بيفقد جزء كبير جدا جدا من ايه؟ من وزنه موجود وزنه. او يحصل له انفكشن. يحصل له انفكشن يعني ايه؟ يحصل له التهابات متكرره. ممكن الست يجي لها التهابات اللي هي المهبليه الموجوده من تحت او يحصل ابسس او فرانكلز، يحصل التهابات موجوده في الجلد او يحصل نوع من انواع الحساسيه. هو المريض مش داري خالص ان هو عنده ايه؟ عنده سكري نتيجه نقص افراز الايه؟ الانسولين. طب بس عايزين نفرق حاجه مهمه كمان، ان هي يا ترى انواع السكر، لان السكر كله مش زي بعضيه. حلو قوي المعلومه دي. تمام. اول حاجه النوع السكري او النوع الاول من السكر. النوع الاول من السكر ده بيحصل دايما في الاطفال او المراهقين، وبيحصل نتيجه ان خلايا بيتا دي دمرت على بكره ابيها زي ما بيقولوا. يبقى خلاص عندي ما عنديش ايه؟ انسولين. يبقى ده نتيجه التدمير المناعي اللي بيحصل في خلايا بيتا. يبقى انا خلاص كل خلايا البنكرياس اللي عندي او الخلايا بيتا دي دمرت، فما عادش عندي انسولين بعد كده. فالانسولين ده خلاص، يبقى الطفل او المراهق ده لازم ياخد ايه؟ لازم ياخد ايه؟ انسولين. فده النوع الاول. النوع الثاني هو اوريدي كده كده الانسولين لما ياخده ما فيهوش اي بالزبط اي ضرر، بالعكس ده بيعالجه. بالظبط، ده علاج ليه، عشان احنا ممكن نفرد بحلقه بعد كده للنوع الاول من السكر، لانه هو يعني خاصيه كده، له خاصيه وله خصائص مختلفه تماما على بقيه الانواع. خصوصا بقى ان هو بيجي زي ما حضرتك قلتي صغار السن، صغار السن اطفال ولسه بالظبط كارثه. انا ما بيجي لي صراحه حاله النوع الاول من السكر في عيادتي او طفل او مراهق، خلاص بقول كده الليله انضربت. يعني الليله انضربت يعني ايه؟ خلاص، لان انا هقضي اقدر اكتر. واولا بالناحيه النفسيه الام بتبقى جايه متدمره جدا، لان هي خلاص بقت عندها نوع الاول من السكر. المفروض ان الانسولين اللي هيتاخد بكيفيه معينه، هيتاخد 4 مرات يومي. هيبقى في تحليلات من 6 ل7 تحليلات يوميه موجوده، بالاضافه طبعا هتعرفيها تدي الانسولين ازاي وتديه فين واماكن امتصاصه ازاي، وهتعمل ايه في حالات النقص وفي حالات الزياده، وهتاكل الولد ازاي كميه الاكل. ده طفل صغير هيمشي حته اكل بتاعه المرضى السكر دي بالزبط. مهمه جدا. تخيلي بقى ان الطفل الصغير ده لازم اعرف ان الام ازاي تعمل حاجه اسمها كارب كاونتنج، ازاي تعد كميه الكربوهيدرات اللي موجوده في الاكل بتاعته، وتطوع كميات الانسولين اللي احنا بنديها للطفل ديت على حسب كميه الكربوهيدرات. فده حاجه تانية مختلفة تماما، مهمة جدا ان الام تعرفها. عايزة وقت ومجهود، مجهود رهيب يعني. فتخيلي في الاول انت بيبقى الشق نص الساعة الاولية مع العيان، انت بتطبطبي على العيان ومعلش وهيعمل كذا، وان انت معاكي نص ساعة او ثلاث ارباع ساعة تانيين هتعرفيه، والام بتبقى جاية في حالة ذهول، بتبقى جاية الاسرة كلها موجودة. فالطفل النوع الاول ده بيبقى من نوعيات الصعبة جدا جدا في التعامل بتاعتها. هنيجي للنوع الثاني من السكر، ودي الغالبية العظمى اللي موجودة في الناس كلها، بتيجي في الناس الكبار شوية في السن، وعلى فكره بتيجي ما الناس تتقدم في السن. يعني كل ما الناس تكبر بيجي لها الايه؟ بيجي لها السكر اكتر، لان احنا عند تشخيص السكر من النوع الثاني بتكون تقريبا نص كفاءه البنكرياس احنا فقدناها. يبقى احنا بنلعب في كام؟ في 50%. طب يا ترى هو بيجي ليه؟ بيجي نتيجه يعني حاجات كتيره، يعني لها اسباب كتيره او مسببات كتيره، بس على راسها ان الانسولين بتاعنا بيقل. وفي حاجه اسمها مقاومه الانسولين يا استاذه هاله. يعني ايه مقاومه الانسولين؟ مقاومه الانسولين بيبقى عندي انسولين كتير موجود في جسمي، والجسم مش عارف يشتغل بيه ازاي، يعني مش عارف يحركه. يبقى انا عندي الحاجه موجوده في الدم عندي كتير، والمستقبلات بتاعته مش عارفه تدخله، لغايه ما بيجي في مرحله بقى فشل تام، خلاص الانسولين عمال يعلى ومش عارف يشتغل، لغايه ما يقل خالص ويحصل النوع الثاني من السكر. وده مرتبط اكتر في البالغين او الناس الكبار في السن، مرتبط اكتر بالبدانه او الاوبيستي اللي هي الموجوده عندنا. دكتور عايزه اقول لك ان انا عايزه اعرف الموضوع ده معلومات قد كده، وعايزه اسئله كتير قوي. بصي لازم تشرفينا مره واثنين وعشرة، ولكن فقرتنا النهارده مش عارفه تخدمنا في الوقت زياده. عايزه اقول لك انك شرفتيني جدا ربنا جدا جدا هالة. والله انا مبسوطه بطريقه مش طبيعيه ان حضرتك موجوده، وكل الكلام لو المشاهدين ركزوا كل الكلام فيه معلومات. اكيد فانا بشكر حضرتك النهارده، واتمنى تشرفينا تاني. الف الف شكر، ومتشكره للدعوه الكريمه، ومتشكره لحضرتك يا استاذه هاله. الف شكر. شكرا يا فندم. طيب اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل صغير، وهنرجع لكم بعد الفاصل نستقبل ضيف الفقره الثانيه.